أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جدا. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها هو هذه بالونات يعني لا يعتد بها. باسيل يطلب إيقاف طلبات الإقامة لمفوضية اللاجئين، ومستشار الحريري يقول الإجراء أحدي الجانب. إذا كان بطريقة الاستفزاز وإثارة المشاكل. على أبواب المونديال شبيب يوضح طبيعة قراره بمنع رفع الأعلام في بيروت. 4 شهداء ومئات الجرحى برصاص الاحتلال في مسيرات الذكرى 51 للنكسة. صباح الخير. طرح الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل ضد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان بإصدار تعليماته لإيقاف طلبات الإقامات التابعة لها، طرح جملة من الأسئلة المقلقة حول العمل داخل الحكومة وآلية اتخاذ القرارات، كما أثار ردود فعل رأت في الإجراء تخطيا في الشكل والمضمون للوزير المعني أي وزير شؤون النازحين ولرئيس الحكومة المكلف. بينما أعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن مفوضية اللاجئين لم تتبلغ رسميا قرار الخارجية اللبنانية، وعندما تتبلغه تقيم أثره. أصدر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامة المقدمة إلى الوزارة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى حين صدور تعليمات أخرى. لم يتوقف الإجراء عند هذا الحد، بل طلب أيضا دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية، وهي عديدة كما قال. هذه التعليمات جاءت بعد أن كان الوزير باسيل قد تحدث في حفل إفطار ليلة الخميس عن قيام المفوضية بتخويف النازحين السوريين كي لا يعودوا إلى بلدهم. ونحن مش مسؤوليتنا نأمن مصالح مجتمع دولي بعيش على وجعنا، مشان هيك اليوم من وزارة الخارجية أرسلنا بعثة إلى منطقة عرسال تحققت من التقارير اللي واردة عن قيام المفوضية العليا للاجئين بتخويف السوريين الراغبين بالعودة طوعا إلى سوريا وتنبيههم من هاي العودة تحت مسميات وذرائع كثيرة. هذه الإجراءات والمواقف كانت محل رد في مواقع التواصل الاجتماعي ومن على المنابر السياسية، وأول المعلقين الوزير المعني بهذه القضية وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي. هو وزير حاليا مستقيل بحكومة تصريف أعمال، ما له بأي شكل من الأشكال أنه يأخذ قرارات يلبك فيها الدولة اللبنانية بأي شكل من الأشكال. نحن لم نتخذ أي قرار أو أي إجراء بهذا الموضوع، وهذا موضوع اللي هو عم يحاول اليوم يهدد فيه هو هيدي بالونات يعني لا يعتد بها، ولا يمكن أن يعني يتحكم بالسياسة اللبنانية وسياسة الدولة اللبنانية تجاه المجتمع الدولي وتجاه الأمم المتحدة، خاصة شخص كائنا من كان. هذا موضوع بتعلق بالدولة اللبنانية ككل، وهذا قرار بدأ تاخذ الدولة اللبنانية بشكل كامل يعني الحكومة اللبنانية مجتمعة. نحن معنيين بأنه نحافظ ويعني نساعد إنسانيا هؤلاء النازحين، ونحن لن نقوم بأي ارتكاب لا سمح الله قد يؤدي إلى مجازر فيهم مهما كان كلف الأمر بهذا الموضوع. وما يتكلم به باسيل يتكلم عن نفسه بصفته الشخصية. بدوره رأى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادي أن باسيل يتصرف وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات. وقال حمادي في بيان:
نذكرك أيها الوزير أنه حتى إشعار آخر هناك رئيس وحكومة تصريف أعمال، وهناك رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، وهناك حكومة قادمة عليها أن تناقش أمام مجلس النواب سياسة الحكومة وترتيبات عودة النازحين. وفي مقابلة مع تلفزيون مستقبل أكد مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم الملا أن باسيل أخطأ بالشكل والمضمون، وأن القرار لا يعكس سياسة الحكومة ورئيسها، داعيا إياه للتراجع عنه. هذا قرار لا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية، بيعكس موقف سياسي للوزير باسيل، بغض النظر إذا كان صح ولا غلط من ناقشه، هيدي ما بتعكس لا سياسة الحكومة ولا سياسة رئيس الحكومة. كما وأنه بيعرف الوزير باسيل أنه بهيك أمور عليه أن يستشير رئيس الحكومة، يعني إذا عنده معطيات بيقول كل هالقد مهمة وكل هالقد مقلقة وكل هالقد خطيرة، كان عليه أن يتوجه حالا إلى منزل دولة رئيس، يأخذ منه موعد ويطلعه، وبعدين يتخذ القرار المناسب في ضوءه. أنا بعتقد الوزير باسيل كان لازم يقول انه الخطر الحقيقي على لبنان، بدل ما يدافع عن رد وزير الخارجية السوري بهذا الامر، كان عليه ان يضع الشعب اللبناني في جو القانون رقم 10 اللي هو اخطر شيء على عدم عودة النازحين، لانه بيصادر املاكهم. هذا الامر الوزير باسيل مثل ما اقول اخطأ بالعنوان، كان لازم يروح على لب الموضوع ما يروح على الشكل، وأيضا أخطأ بالشكل. فأتمنى بكل محبة من الوزير باسيل أنه يتراجع عن قراره. المهام التي تقوم بها الأمم المتحدة في لبنان كانت مدار بحث بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة بيرنيل كاردل. في بيت الوسط استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة بيرنيل كاردل، وعرض معها آخر المستجدات والمهمات التي تقوم بها الأمم المتحدة في مختلف المجالات. كما التقى الرئيس الحريري وفدا من الهيئات الاقتصادية الشمالية برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي. دبوسي قال إن الزيارة جاءت للتأكيد للرئيس الحريري على دعم الهيئات الاقتصادية الشمالية له بشدة، وأن ثقتها به لا حدود لها، ولكي نقول له أن هناك إجماعا وطنيا على مهمته. وأضاف: من الواضح جدا لكل اللبنانيين بكل طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم أن الرئيس الحريري حريص على الجميع وعلى أمن واستقرار لبنان وازدهاره الاقتصادي، والدراسات جميعها تؤكد أن قيامة لبنان الاقتصادية في المرحلة المقبلة ستكون من طرابلس الكبرى كعاصمة اقتصادية للبنان. تمنت أحزاب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي في بيان مشترك على الرئيس ميشيل عون إلغاء مرسوم التجنيس وإصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جدا ولأسباب إنسانية محددة ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية، خاصة في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلا بسكانه. وقفة تضامنية مع الشاب اللبناني المخطوف في سوريا والعائلة تكشف تعرفها على هوية 2 من المسلحين الذين شاركوا في عملية الخطف. ومصادر تلفزيون مستقبل تؤكد أن الملف أصبح بعهدة الأمن العام المتمسك بسرية التحقيق. التقرير لعلاء سرحال. 5 أيام مرت ولا يزال مصير الشاب اللبناني مصطفى الحاج دياب مجهولا في سوريا. أصدقاء مصطفى الذين نفذوا وقفة تضامنية في منطقة الكولا ببيروت رفعوا يافطات تطالب الدولة بالتحرك بفعالية أكبر للإسراع في كشف مصيره، مطالبين الرئيس ميشيل عون بالتدخل شخصيا لحل هذا الملف. وبعدنا لهلا نحن ناطرين أمل يكون إنه يحكوا معنا أو يفتح خط تليفون نقدر نتواصل نحن وياهم، نعرف شو بدهم شو مطالبهم. ما حدا فتح خط تليفون نعرف، نحن رحنا على الوزارة وصار يكبونا من مطرح لواحد لواحد، وصلنا آخر شيء لمدير مكتب الوزير وأخذ مني معلومات وقال نحن بدنا نتصل بالوزير وليد المعلم وبنحطكم بالأجواء نهار الاثنين. ومن بعدها ما في شيء لهلا، ما عاد قالوا لنا شيء. هذا الوعد
عائلة الشاب المخطوف أكدت أنها تعرفت من خلال مصادرها على شخصين شاركا في عملية الخطف التي حصلت بمنطقة صفيطة بمحافظة طرطوس، كاشفة أن المسلحين كانوا يتحدثون اللهجة الساحلية. اي محمد هني لهجتهم علويني، وهني قالوا حتى المقدم قال لي هول يعني مثل مجموعات متطرفين، يعني بدي اقول له انه هني من الجيش بس مجموعات متطرفين. الصور موجودة عندهم، شو بعد بدي انا بعد؟ اي شو اللي بدي؟ انا ما بنطر للتنين، اي تنين؟ للتنين لقبل اللي هو عباس ابراهيم؟ انا بدي اكلف اللي هو عباس ابراهيم يا عالم انا؟ مصادر مواكبة كشفت لتلفزيون المستقبل أن الملف أصبح بوحدة الأمن العام الذي يتمسك بسرية التحقيقات للوصول إلى النتيجة المرجوة. شيعت بريتال الطفلة رؤى مظلوم ضحية السلاح المتفلت. شيعت بلدة بريتال الطفلة رؤى مظلوم ابنة السنوات الأربع التي قضت برصاص طائش أمس أمام منزل والدها نتيجة خلاف على أفضلية مرور بين شبان من آل مظلوم وآل إسماعيل. وفيما سلم عين إسماعيل نفسه للأجهزة الأمنية، سلمت عائلة مظلوم الشاب ألف مظلوم للجهات المعنية تسهيلا لاستكمال التحقيقات بمقتل الطفلة. المتحدث باسم آل مظلوم دعا إلى عقد ميثاق شرف بتسليم أي جاني للدولة. بدي أتوجه بهاي الصرخة إلى رأي العام ببريتال بكل المنطقة، كفى جاهلية، كفى تخلفا، كفى جهلا، بكفي. شو ذنب الطفولة أن تكون ضحية شجار ما له قيمة ما له معنى؟ هذا وقد أقفلت المؤسسات والمحلات التجارية والمجلس البلدي في بريتال احتجاجا على عدم ضبط السلاح المتفلت. وتتابعون بعد الفاصل. حسبان يرد على الانتقادات بشأن أسعار الدواء. أهلا بكم من جديد. قرار منع رفع أعلام الدول المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في بيروت أثار جدلا كبيرا، ومحافظ بيروت يوضح مع تقرير غدا جبيلي. موعد انطلاق مونديال 2018 لكرة القدم اقترب، وازدادت معه الأجواء الحماسية لدى اللبنانيين الذين يترقبون متابعة المباريات. وها هي شوارع مدينة بيروت وأحياؤها تتحضر للمنافسة الشرسة بين البلدان المشاركة، أعلام هنا وأخرى على الشرفات. هذه التحضيرات استدعت بلاغا من محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، طلب فيه عدم رفع أي علم للدول المشاركة في المونديال ضمن محافظ بيروت باستثناء العلم اللبناني وفقا لأحكام القانون الصادر سنة 1945، معلنا أنه سوف تتم إحالة المخالفين أمام النيابة العامة لملاحقتهم جزائيا. هذا البلاغ أثار جدلا كبيرا بين المشجعين وأصحاب المحال التجارية والمطابع. هلا مسر نوعا ما بس بمشكلة العلم، يعني كان يجي عندك عالم اللي هن كفيات كبيرة اللي بيعلق ببيته عم يحط علامة كبيرة عم يجي يوصينا عليها هون، هذا الشيء راح عندك لاني هذا فيك يمثل تقريبا شيء 40% من شغل المونديال. مظبوط انه لازم يكون في عالم لبناني، انه بالنهايه هذا بلدنا. يعني يا ريت بيرجع بنظر على القرار هذا، هو كلياته هالشهر بتشتغلي فيه وبعدين خلص بتشيل كل الاعلام بتخلي عالم لبناني بس. شو المشكله اذا راح تشجع الرياضه؟ ما فيها شيء يعني. يعني الولد صغير عم يخلق، يا بتلاقيه نجمه يا انصار يا الماني يا برازيلي، يعني هذه رغبته كمان هذه بتقص له اياها. محافظ بيروت أشار إلى أن البلاغ الذي صدر كان فقط للتذكير بما هو متوجب قانونا، وأصدر قرارا سيتم تطبيقه ويقتصر على حالات محددة. أولا إذا كان بطريقة الاستفزاز وإثارة المشاكل، واثنين إذا كان هذا الاستعمال يؤدي إلى تشويه المنظر في وجهات الأبنية أو إلى تشويه المنظر العام. ثلاثة إذا كان استعمال هذه الأعلام خارج إطار التشجيع الرياضي وخارج المناسبة الرياضية بحد ذاتها. فإذا كان استعمال الأعلام في المونديال هو فقط بالحدود اللي حطيناها بالقرار اللي صدر اليوم وأبلغ للشرطة للتنفيذ، فهذا الأمر لا يشكل مخالفة. ومع توضيح المحافظ يبقى السؤال عن أعلام الأحزاب التي تغزو الشوارع في كل مكان. رد وزير الصحة غسان حسباني على الملابسات المتعلقة بملف الدواء، موضحا أن تسعير الدواء يخضع لآلية قانونية
مرفقا كلامه بجداول مفصلة. أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حصباني في مؤتمر صحفي الملابسات التي وردت في ملف الأدوية وآليات تسعيرها، مرفقا ذلك بجداول تتضمن أسماء الأدوية وتوضيحات بشأنها. حصباني أشار إلى أن الجداول التي قدمتها جمعية حماية المستهلك تتضمن أخطاء، وورد فيها 17 دواء أي 0.29% من عدد الأدوية المرخصة في السوق اللبناني. الأدوية 17 اللي شفناها بالجدول وردت مفصلة إما غير مسوقة بلبنان، يعني مش موجودة بالسوق اللبناني أصلا، ما بقى موجودة، التغت، أو ثمة خطأ في الأسعار المذكورة بالجدول. وفيما يخص أسعار الدواء، أعلن حصباني أن التسعير يخضع لآلية قانونية واضحة تعتمد الأسعار الأدنى. منذ مطلع هذا العام الأدوية التي تم إعادة تسعيرها منذ مطلع هذا العام وحتى اليوم بلغت 779 دواء، ودائما منضل نعيد التسعير ونعيد النظر بالتسعير، يلي سعره مقبول بحسب الآلية بيبقى، يلي سعره مش مقبول بتخفض بشكل حسب الآلية المطروحة. الأدوية المخفضة بعد عملية إعادة التسعير من 1/1/2018 لغاية 20/3/2018 بلغ عددها 184 دواء بمعدل 46% تخفيض، وصل الماكسيموم تبعها لتقريبا 74%. ودعا حصبان المواطنين إلى أن يطلبوا من أطبائهم والصيادلة الذين يتعاملون معهم أن يستبدلوا أي دواء غالي الثمن بدواء مثيل. أحيت السلطة القضائية في لبنان الذكرى السنوية لاستشهاد القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في قصر عدل صيدا. إحياء الذكرى تم أمام النصب التذكاري للقضاة الشهداء في باحة الخطى الضائعة في قصر العدل في بيروت. لمناسبة مرور 19 عاما على الجريمة، أحيا مجلس القضاء الأعلى ذكرى اختيار القضاة الأربعة حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش، عاصم أبو ظاهر باحتفال حاشد في قصر عدل بيروت. وبعد النشيد الوطني وضعت أكاليل من الزهر أمام النصب التذكاري. على أن يبقى أجل الشكر والامتنان لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للحماسة التي أبدى للذكرى ولإعلان 8 حزيران من كل سنة يوم شهداء القضاء، ولرعايته افتتاح السنة القضائية بعد إنجاز المناقلات والتعيينات والتقرير السنوي الأول لمحكمة التمييز وإزاحة الستار عن النصب التذكاري في قاعة الخطى الضائعة بمشاركة وازنة من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء. هذا المجلس الذي لم يتوانى عن تبني هذا الإعلان بمرسوم صادر عنه بالإجماع. إن مجلس القضاء الأعلى يبحث في إنشاء منظومة إجراءات إلزامية يتحتم على كل قاض مباشرتها فور تعرضه لأي تدخل أو ضغط من أي نوع كان، كي يتم توثيق هذه التدخلات وإحصاؤها وتحديدها بدقة فتغدو مكافحتها مسؤولية جماعية. ودعا القاضي فهد الحكومة اللبنانية إلى توفير جميع مستلزمات الحماية للقضاة وإلى تحصين القضاة من التدخلات في أعمالهم، وانتهى الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح القضاة الشهداء. وتتابعون بعد الفاصل. داعش يقتل العشرات من قوات الأسد في البوكمال. بالانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قمعت قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة العودة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بذكرى النكسة، موقعة 4 شهداء وأكثر من 500 إصابة بينها حالات خطرة. عند حدود قطاع غزة لا تتردد قوات الاحتلال في فتح النار على المشاركين في مسيرات العودة وخنقهم بالغاز المسيل الدموع، ما أوقع شهداء ومئات الإصابات في صفوف المتظاهرين، بعضها وصفت بالخطرة. ففي الذكرى 51 للنكسة واحتلال مدينة القدس، توافد الآلاف إلى مخيم العودة لأداء صلاة الجمعة عند السياج الحدودي، بعدما عمد الاحتلال إلى أحراق بعض الخيم عبر تسيير طائرات محملة بالقنابل.
الضفة الغربية خرجت أيضا في مسيرات النكسة قبل أن تقمعها قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق والرصاص المطاطي. أما في القدس المحتلة فأدى أكثر من 250,000 مصل صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال على الحواجز العسكرية وتحويل المدينة المقدسة إلى ثكنى عسكرية. تواصلت عمليات القصف المركز على أماكن ميليشيا الحوثي وتجمعاتهم في مدينة الحديدة اليمنية وسط مواجهات عنيفة. قتل عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي وأصيب آخرون إثر غارات لطائرات التحالف العربي في اليمن واشتباكات مع قوات المقاومة المشتركة في محافظة الحديدة على جبهة الساحل الغربي. واستهدفت طائرات التحالف مواقع وأليات الحوثيين في مدينة الحديدة وفي مديرية الدريهمي ومواقع تحصن المتمردين في السواحل الجنوبية للمحافظة. وتسعى قوات الجيش الوطني للسيطرة على منطقة الرمادة الواصلة بين تعز والحديدة، وتجري معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في مقبنة وجبل حبشي غرب محافظة تعز. وأحرز الجيش الوطني تقدما في هذه الجبهة المتصلة بجبهة الساحل الغربي، حيث سيطر على الجبيري والصفراء والمشبك والأقحف وجبال الحرم المطلة على منطقة الرمادي والواقع على الخط الرابط بين البرح في مقبنة ومدينة تعز. وتلقت الميليشيات المتمردة ضربات متتالية في جبهة الساحل الغربي خلال الأسابيع الماضية أمام قوات المقاومة المشتركة المدعومة بغارات تحالف الدعم الشرعية بقيادة السعودية، وباتت قوات المقاومة على وشك تحرير مدينة الحديدة. أما إنسانيا فأعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن هجوما يخشى أن يشنه التحالف العربي على ميناء الحديدة اليمني قد يزهق أرواح ما يصل إلى 250,000 شخص، مؤكدة أن ذلك سيؤثر على هجوم أو حصار عسكري للحديدة على مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها سحبت أكثر من 70 من موظفيها الأجانب في اليمن ونقلتهم إلى جيبوتي بسبب الحوادث الأمنية والتهديدات. هذا ونفذ مواطنون يمنيون في مناطق الحديدة حملة شعبية لإزالة شعارات ميليشيات الحوثي الطائفية في الشوارع والجدران، وأظهر مقطع مصور قيام مجموعة من أبناء الحديدة بإزالة هذه الشعارات رافعين مكانها شعارات وطنية في حب وفداء اليمن. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش سيطر على أجزاء من مدينة البوكمال في هجوم جديد هو الأعنف على قوات الأسد. وأوضح المرصد أن التنظيم الإرهابي شن هجومه بواسطة 10 انتحاريين وأربع عربات مفخخة، كاشفا عن سقوط 25 قتيلا من قوات النظام. من جهة ثانية، كشف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن بلاده ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا، مؤكدا أنها ستواصل محاربة داعش حتى النهاية. وفي الختام نذكر بالعناوين. هو هذه بالونات يعني لا يعتد بها. باسيل يطلب إيقاف طلبات الإقامة لمفوضية اللاجئين، ومستشار الحريري يقول الإجراء أحدي الجانب. إذا كان بطريقة الاستفزاز وإثارة المشاكل. على أبواب المونديال، شبيب يوضح طبيعة قراره بمنع رفع الأعلام في بيروت. 4 شهداء ومئات الجرحى برصاص الاحتلال في مسيرات الذكرى 51 للنكسة. ومع التذكير بالعناوين نكون وصلنا لختام نشرة الأخبار لهذا الصباح. أشكر متابعتكم، إلى اللقاء. أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جداً.